السلام عليكم، معكم علي بزرون من ميديسن وذ أليز. اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن أول أنواع المايكروسيتيك أنيميا، الأيرون ديفيشنسي أنيميا. إذا الأيرون ديفيشنسي أنيميا، أولا it is the most common cause of anemia all over the world. زين، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أنه أنت الآن بعد مشاهدتك فيديو الانترودكشن تو مايكروسيتيك أنيميا تعرف أنه إذا ما عندك أيرون يعني ما راح تقدر تركب الايرون مع البروتوبورفورين، يعني ما راح تقدر تسوي مين؟ هيموغلوبين. واتفقنا انه الهيموغلوبينوباثيز او الديسوردرز ان هيموغلوبين راح يعطينا اي نوع من الانيميا، المايكروسيتيك انيميا. والمايكروسيتيك انيميا الام سي في فيها كم؟ الام سي في فيها اقل من 80. زين، نجي الى الكوزز. الكوزز نقدر نقسمها الى بيست اون ايج. لما نجي الى بناء على العمر، تجي اولا الى الانفنتس. في الانفنتس ممكن الانفنتس اللي they exclusively معتمدين على الكاو ميلك، الكاو ميلك will decrease the absorption of iron. وغير كذا مو بس decrease absorption، هو اساسا lack of iron، ما في حديد كفاية، فممكن يجيهم ايش؟ iron deficiency anemia. نجي الى children. in children there are three causes. زين، number one is malnutrition، لانه الاطفال اللي ما ياكلون كويس، ما يعني ما عندهم حديد، يعني ما عندهم ايش، يعني يصير عندهم ايش؟ iron deficiency anemia. اثنين، ممكن ايضا معتمدين على الكاو ميلك. ثلاثة، حاجة نسميها ميكل دايفرتيكولم. زين، طيب نجي الى الادولسنس. الادولسنس مينلي الفيميل. ليش؟ لانه الحديد هو جزء من الهيموغلوبين، والهيموغلوبين لو صار عندك بليدنج راح تخسر بلد، والبلد يحتوي على مين؟ هيموغلوبين. فلما تخسر هيموغلوبين يصير عندك ايش؟ ايرون ديفيشنسي انيميا. وفي النساء في هذا العمر ايش يصير عندهم؟ المينوريجيا او المينارك. طيب بعدين نجي بالادلت. الأدلت لايف از هارد، those people take a lot of NSAIDs، والNSAIDs ممكن تسبب لك peptic ulcer disease، صح؟ فإذا في الميلز ممكن نفكر ب peptic ulcer disease، وفي الفيميل ممكن نفكر بإيش؟ menorrhagia أو pregnancy. طيب زين، نجي إلى الإلدرلي. فور ما تشوف واحد كبير بالسن عمره أكثر من 50 سنة يجيك مايكروسيتيك هايبوكروميك أنيميا وآيرون ديفيشنسي أنيميا، يو ثينك على طول بإيش؟ كولون كانسر. هذه نقطة مهمة جدا. other causes كولون بوليب طبعا، و other causes عندك إيش؟ الهوك وورم انفكشن مثل النيكاتور أمريكانس. طيب هنا قسمنا الكوزز بشكل مفصل حسب العمر، ولكن ممكن نجي الى الايتيولوجي اوف ايرون ديفيشنسي انيميا ونقسمها الى 4 اقسام. زين، الفيرست كوز از انه عندك هذا الايرون، لنعتبر هذا الايرون هنا، ولنعتبر هذا الايرون هنا. زين، ولنعتبر هذا الايرون هنا، ولنعتبر هذا الايرون هنا. زين، شنو الفرق بين كل هذه الاشياء؟ هنا عندك تسريب صح، فالايرون قاعد يخرج، فعندك increase loss of iron. هذه mainly تكون بسبب البليدنج. بليدنج من وين؟ ممكن peptic ulcer disease، ممكن كانسر اللي هو الكولون كانسر، ممكن منوريجيا. كلها هذه الاشياء تسبب bleeding، فتسبب increase in loss أو حتى infectious أو ميكل diverticulum. زين، هنا الطاسة عندنا كبرت. إذا الطاسة كبرت نحتاج أكثر من الحديد. يعني مثلا أنت كنت تحتاج 20، الطاسة كبرت صرت تحتاج 40. يعني إيش الطاسة كبرت؟ يعني increase in demand. increase in demand يعني إيش؟ يعني مثلا واحدة حامل pregnancy you need إيش؟ more iron. زين، هذه من الأشياء اللي تخليك تحتاج iron أكثر. اثنين، lactation. ثلاثة، growth، الأطفال increase in demand عندهم. هنا عندك إيش؟ نفس الطاسة، خلينا نعتبرها نفس الحجم مو أكبر. زين، في هذه الطاسة الحديد عندك ناقص. الحديد عندك ناقص يعني شنو؟
يعني في decrease intake. زين، decrease intake يعني ايش؟ يعني واحد malnutrition، ما قاعد ياخذ حديد كفايه، او vegan diet، او الدايت حقه معتمد على السيريال. طيب في هذه الطاسه ايش صار عندنا؟ الحديد نورمال والطاسه زي ما هي، ولكن مشكلتنا في تصنيع الهيموجلوبين ما قاعد يتصنع، والريد بلود سيل ما قاعد تتصنع. ليش؟ لانه في عندي decrease in absorption، مشكله بالامتصاص. الايرون absorbed in the duodenum. اذا عندي مشكله بالدوادنم لاي سبب كان، راح يصير عندي decrease in the absorption. مثلا اعطيني امثله، قال برياتريك سيرجري، غيره دوادينال ريسكشن. زين، غيره ممكن عندنا inflammatory bowel disease such as ulcerative colitis وكرونز. زين، ممكن ايضا عندك ايش؟ اكلورهيدريا. اكلورهيدريا اللي هي decrease in HCl in the stomach. اذا عشان نلخص اسباب الايرون ديفيشنسي انيميا، نقدر نقسمها الى اربعه اقسام. اما انه عندك طلب زياده increase demand مثل in pregnancy، او انه عندك increase loss قاعد تخسر ايرون زياده مثل in bleeding، او انه عندك decrease intake مثل malnutrition، او انه عندك حديد كفايه وما عندك increase demand ولا عندك increase in loss، ولكن عندك مشكله بالabsorption. هنا خلصنا الاتيولوجي والcauses of ايش؟ iron deficiency anemia. Let's go and summarize everything. قلنا increase in loss مثل peptic ulcer disease، حتى renal failure، menorrhagia، infectious such as the hookworm، mucous diverticulum and colon cancer، كلها تسبب bleeding. Decrease intake patients with vegan diet أو cereal dependent diet. Decrease absorption، مشكلة بالامتصاص بالدوادنم أي سبب إن كان. Increase demand مثل الحمل، الرضاعة و growth spurt. بالنسبة إلى pathophysiology you know it وتعرفوه جيدا. Iron deficiency يعني في decrease in binding of iron to protoporphyrin وين؟ في الميتوكوندريا. زين، فيصير decrease in the synthesis of heme، يعني ما عندي مين؟ هيموجلوبين. زين، بالنسبة إلى clinical presentation، هو الـ clinical presentation حق كل الأنيميا. والله قال بيلور، جوندس، هاي فلو سيستوليك، مرمر، هيديك، انجينا، فتيج اند اكزيرشن، كل هذه الأشياء. بريتل نيلز، مشكلة بالأظافر، كوليونيكيا، تشوف الأظافر أيضا ايش؟ تقدر تشوف لها صور، ما حطيت صورة للأسف، مثل انه زي نازله شويه. ممكن هير لوس، انجولار ستوماتايتس اند اتروفيك جلوسايتس باللسان وعلى اطراف الحلق، الايش؟ الانجولار ستوماتايتس. زين، اسوسيشن عندنا حاجه نسميها بلامر فينسون سندروم. ايش هذه بلامر فينسون سندروم؟ انه بيشنت عنده اي دي اي، وكذلك عنده ديسفاجيا، وكذلك عنده ايش؟ اسوفيجيال ويب. هذا الاسوفاجس وفي اسوفيجيال ويب، فيصير عنده ديسفاجيا بسببها، وعنده ايضا ايرون ديفيشنسي كذلك. هذه يسموها كلامر فينسون سيندروم. It is associated with esophageal squamous cell carcinoma. Increase the risk of squamous cell carcinoma. It is high yield on examination. نجي الى الدايجنوزز. لما تجي تشخص اي انيميا، تشوف اولا بالسي بي سي الهيموجلوبين. ايش تتوقع الهيموجلوبين هنا؟ لو الهيماتوكريت، ايش تتوقع الهيماتوكريت هنا؟ لو الام سي في، ايش تتوقع الام سي في هنا؟ حتكون لو، لانها مايكروسيتيك انيميا. زين، غيرها قال نجي نشوف نجي نشوف باقي الاشياء such as الار دي دبليو. ايش الار دي دبليو؟ هذا حاجه نسميها ايش؟ ريد بلاد سيل ديستريبيوشن ويث، وهو مقدار الحجم حق الريد بلاد سيل. هل هو مختلف في رينج عالي بين الاختلاف بين الريد بلاد سيل، مثلا واحده كبيره، واحده صغيره، واحده كذا؟ قال من الاشياء اللي تميز الايرون ديفيشنسي انيميا انه هي وعدد قليل اخر من الانيميز يكون الريد ديستريبيوشن ويث حقها عالي. ليش؟ لانه انت لما تخسر ايرون زياده عندك البون مارو، زين مو بون مارو بس اوكي، عندك البون مارو حيحاول لما انت توك ايرلي ان ايرلي ايرون ديفيشنسي انيميا، حيحاول يطلع خلايا بحجم عادي.
زين، فيكون عندك نورموسيتيك انيميا، ولكن مع الوقت يفقد القدرة على ذلك فيطلع ريد بلاد سيل صغيرة، فيصير عندك الريد ديستريبيوشن وذ او ريد بلاد سيل ديستريبيوشن وذ عالي. زين، بالنسبة إلى المين كوربوسكل هيموغلوبين أو الام سي اتش راح يكون منخفض. ليش؟ لأنه الام سي اتش هو عبارة عن المين كوربوسكل هيموغلوبين، وهو تركيز الهيموغلوبين في الريد بلاد سيل. هنا أساسا ما عندك هيموغلوبين، فأكيد راح يكون لو أو هايبو كروميك. زين، بالنسبة إلى البريفرال بلاد سمير راح نشوف إيش، هايبو كروميك مايكروسيتيك أنيميا مثل الصورة هذه. شوف السنترال بيلور كيف صاير مرة زايد، السنترال بيلور ليش؟ لانه ما في هيموجلوبين، فهايبو مايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا. زين، بالنسبه الى البليتلت كاونت ممكن يكون هاي، ليش؟ لانه انت نرجع الى البومر حقك، لما يكون عندك نقصان في الريد بلاد سيلز البون مارو راح يطلق كل شيء عنده عشان يعوض الريد بلاد سيل. البون مارو لما يطلق ما يطلق ريد بلاد سيل بس، يطلق المايلويد والليمفويد ستيم سيلز. المايلويد هي اللي تهمنا، ليش؟ لانه المايلويد فيها الريد بلاد سيل وفيها البليتلت وفيها النيوتروفيلز والوايت بلاد سيلز. فاذا لما يحاول البون مارو يعوض ويطلق ريد بلاد سيلز راح يطلق معاها البليتلتس، فيصير عندك رياكتيف ثرومبوسايتوزز. زين، هذه هي الاشياء اللي نحتاج نعرفها. حاجة ثانية مهمة هي الايرون بروفايل. الايرون بروفايل، وهنا عندنا جدول جميل يقارن بين الاي دي اي والانيميا اوف كرونيك ديزيز. الايرون بروفايل، اولا الفيرتين، الفيرتين وهو مخزون الحديد في الجسم. انت اساسا هل عندك حديد في الايرون ديفيشنسي انيميا؟ لا، فراح يكون لو. الايرون ليفل ان ذا بودي، هل عندك حديد؟ لا، اذا يكون لو. التي اي بي سي اللي هي التوتال ايرون بايندينج كاباسيتي، انا لو عندي 5 ايرون هل الجسم راح يربطها؟ راح يسوي بايندينج بين الايرون والبروتوبورفورين مثلا؟ يس. ليش؟ لانه يريد اي حبه ايرون موجوده عشان يسوي هيموجلوبين، فالتوتال ايرون بايندينج كاباسيتي راح يكون هاي. زين، الريد ديستريبيوشن ويث راح يكون هاي، اتفقنا على ذلك. زين، بالنسبة إلى المانجمنت، هو ايرون سبلمنت بلس يو هاف تو نو ذا كوز، إما تكون اورال أو اي في. اورال ممكن تسبب جي اي ابسنت تو ذا بيشنت، ممكن أيضا تسبب دارك ستول، فممكن نحول إلى الاي في. هذا ون اوف ذا انديكيشنز، انتولرنس اوف اورال يحول على الاي في. انذر انديكيشنز حق الاي في ايرون انه البيشنت عنده مال ابزوربشن، يعني عنده مشكلة بالمعدة، عنده انفلاماتوري باول ديزيز، ان ذيس كيسز لازم نحول على الاي في عشان يمتص الحديد جيدا. هذه ان جنرال يو هاف تو نو ات اباوت الايش، الايرون ديفيشنسي انيميا مانجمنت. يو هاف تو تريت ذا اندرلاين كوز وايرون سبلمنت. لما نتكلم عن الايرون سبلمنت، اما فيروس سلفيت، فيروس جلوكونيت وفيروس فيوميريت، هذول اورال ممكن تسبب جي اي ابسيت ودارك ستول. بالنسبه الى الاي في، اما ديكستران او سكروز. ديكستران او سكروز اتفقنا على الانديكيشنز حقهم. طيب، بالنسبه الى السايد افكت، انت جاي تركب نيدل الى البيشنت، وهذه النيدل ممكن تسبب ثرومبوفليبايتس، وممكن البيشنت يصير عنده انافلاكسس او هيديك او نوشيا. هنا خلصنا الاي دي اي، ناقش الانيميا اوف كرونيك ديزيز ان انذر فيديو. اتفقنا انه الايرون ديفيشنسي انيميا از مايكروسيتيك انيميا ام سي في اقل من 80، اتفقنا انها هايبوكروميك، اتفقنا انه الريد ديستريبيوشن ويث حيكون عالي، اتفقنا بالاتيولوجي حق الايرون ديفيشنسي انيميا ممكن تكون بسبب نقصان ديكريز ان انتيك او انكريز ان ديماند، او ممكن بسبب لوس انكريز لوس، او بسبب مال ابزوربشن، وممكن تحفظها عن طريق الكلاسز حق الاعمار. ايضا اتفقنا انه اذا واحد عمره اكثر من 50 بريزنتد مع اي دي اي لازم افكر بكولون كانسر. وعرفنا ايش الايرون بروفايل، وهو عباره عن مخزون الحديد ومستوى الحديد في الدم. وبالنسبه الى التي اي بي سي، عرفنا كيف نشخص الايرون ديفيشنسي انيميا، عرفنا ايش الكوزز. ثانك يو، سي يو ان انذر فيديوز، بليز لايك سبسكرايب اند شير ذا فيديو.